الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أيها الإخوة، تواصلاً معكم، فهذه المحاضرة التي سيلقيها الشيخ طارق الطواري هي من الأهمية مما كان. الوساوس أيها الإخوة والشكوك أمراض يعاني منهما أو منها كثير من الناس. يمكن أن يكون الرجل صالحاً أو منحرفاً، والمرأة يمكن أن تكون صالحة أو منحرفة فتصاب بهذه الأمراض. ما السبيل إلى علاج هذه الأمراض التي تفتك بكثير من الناس؟ فترى أيها الإخوة رجلا من الصالحين من عباد الله عز وجل فيجد نفسه مصابا بهذا الداء، فتجده يعيد ويكرر الوضوء مرات عديدة. آخر له أو يعاني من الشك فيشك في زوجته، يشك في أحبابه، كلما رأى أحدا يبتسم أو يضحك أو يتكلم ظن أن الأمر يهمه وأنه هو المعني بالأمر وأنه يسخر منه ويستهزأ. هذه الأمراض أيها الإخوة لعلك تسأل نفسك وتقول لعلي أعاني منها وتعاني منها زوجتي وأخي وجاري وفلان وأبي وكذا، وآخرون يقولون هذا المرض غير موجود بالكلية. فنحن أيها الإخوة في هذه المحاضرة نريد ونحب أن نسمع من شيخنا الفاضل الدكتور طارق الطواري يبين لنا علاج هذه الأمراض، وهل هي فعلا أمراض حقيقية أم وهمية. فعلاجها أيها الإخوة من منظور شرعي كما قال الشيخ محمد حويط قبل قليل كذلك، فنرى ما يقول الكتاب، ما تقول السنة في هذا الأمر، وكذلك الأطباء أيها الإخوة النفسانيون الذين أيها الإخوة لا يأتوننا بحلول تخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الدكتور، بارك الله فيه مشكورا وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأخوة، ويتجدد اللقاء بكم مرة ثانية حول موضوع أرى أنه من الأهمية بمكان. أولاً نضع برمجة عقلية داخل عقولنا أنه ليس ثمة إنسان يخلو أو سيخلو من قضية الشك أو الوسواس أو هذه الأجزاء الجانبية أو الشبهة التي ترد إليه حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعتقد الإنسان أن في هذه المحاضرة نتكلم عن شخص مريض بعينه، وإنما إن كنت لست بالمريض فهو من باب الوقاية، وإن أصبت بهذا المرض فهو من باب العلاج. فليس ثمة أحد يخلو من هذا شك أو شبهة أو وسواس، ولو لم يكن الشك والشبهة والوسواس موجود لما أنزل الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فلو لم يكن هذا الوسواس الخناس موجودا لما أمر الله بالاستعاذة منه. فإياك أن تظن أن الحديث عن غيرك، الحديث لي أولا ثم لكل إنسان. ووالله للأمانة لما قرأت في هذا الموضوع وازددت قراءة ازددت خوفا، لأني حقيقة لابد أن أخذ حذري، لابد أن أخذ حذري، لأنك تدخل في صراع مع شخصية، هذه الشخصية الله سبحانه وتعالى خلقها وأعطاها من القوة والقدرة، يتشكل ولا يرى ويتسلل إلى قلوب بني آدم ويوسوس ويزين وأنت لا تراه. فهو صراع غير متكافئ بينك وبينه، ولو كان الأمر بيده لمزقك وقطعك وانتهى منك. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي على طريقك المستقيم. فكل صراط وطريق يوصل إلى الجنة تجدني واقف فوق الطريق هذا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صراع ما في تكافؤ بينك وبين عدوك اللي سنتكلم عنه الآن. قضية الوسواس، ثلاث مقدمات
نقدم بمقدمات تعطي شرح وبسط للموضوع، ثم ندخل في علاج موضوع الوسواس والشك والشبهة. المقدمة الأولى، يقول العلماء: لا ينفك إنسان عن الوسواس وعن الخطرات التي تخطر على قلبه، كما لا يخلو أي إنسان منا ولو كان صحابيا، بل ابن عباس أشار ولو كان نبيا. ابن عباس أشار لما جاء صحابي أو تابعي أراد يشكو لابن عباس بعض الشكوك في نفسه، قال يا ابن عباس أنا ما أستطيع أصرح لك، قال إن كنت خائف فقرأ قول الله تعالى. وسأؤخر القصة بعد قليل، ما أريد أن أقدمها لكم. يعني أشار إلى أن حتى هذا خواطر النفس تأتي ولو كان نبيا، تأتي هذه الخاطرة. فلذلك احذر، لا تظن نفسك أننا نتكلم عن عينة مريضة، ولا أنت ما شاء الله مشافى ومعافى، لا يوجد عندك اكتئاب ولا يوجد عندك وسواس قهري ولا يوجد عندك مشكلة. أنت تتكلم إما من باب الوقاية تعرف، أو من باب المرض فتعالج. فالمقدمة الأولى: لا ينفك إنسان عن الوسواس وعن الخطرات، كما لا يخلو أي إنسان من شبهة تعرض له أو شك، وإن كانت هذه الشبهة تصورات في نفسه حقة أو اعتقادات أو باطلة. فمن الناس من ينساق وراء هذه الشبهات التي تعرض على نفسه، ويعيش في حيرة وفي وهم، وربما وصل إلى الكفر وهدم دينه. ومشهورة قصة رجل يسمى القصيمي، كان في القصيم سابقا، ورجل عالم وناظر وكتب، وكان حجة في المناظرة، اشتد به الأمر ودخل عليه الوسواس وغلبه الشك في الله تعالى والإلحاد، حتى وصل إلى مسألة الكفر والردة، وكتب كتابا الكون يحاكم الإله، وأصبح يرد عليه من كتبه السابقة. فهذه القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فقلبك يثبت أو لا يثبت، يزل أو لا يزل، هذا بيد الله، ولكن نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا. فيعترض هذا القلب من الشك، ويعترض هذا القلب من الشبهة، ويعترض هذا القلب من الوسواس الذي يدخل على الإنسان. فإن انساق الإنسان وراء هذه الوساوس وعاش بها، عاش في حيرة ووصل إلى كفر، وربما هدم دينه بسبب هذه الوساوس. وليس ثمة أعظم من الفلاسفة الذين عاشوا في وهم مع اتساع عقولهم وعلمهم، سقراط وبقراط وأفلاطون وغيرهم، مع اتساع علمهم، إلا أنهم كانت عندهم مشكلة تجاه الله سبحانه وتعالى. ذلك يروى، يذكر عن واحد من كبار الفلاسفة أنه مشى على البحر، فوجد شاب صغير غلام جالس على البحر يعمل حفرة، يحفر في البحر ويجمع ماء البحر في حفرة. فقال للفيلسوف، يعني يتفكر، وقف الفيلسوف قال: يا ابني إيش تعمل أنت؟ قال: أريد أجمع ماء البحر في حفرة، وكل ما أحط الماء يمشي الماء. قال: هذا ما يمكن. قال: الأعجب من ذلك، هذا الغلام يقول للفيلسوف، من أراد أن يجمع الكون كله في عقله. قال: أنت الأعجب، أنت كل يوم جالس وتعلمنا عن الكون والنظام والعالم والخالق والموجد الأول، وكل موجود له موجد، ونظريات التسلسل. وقال: كيف أنت الآن إنسان بسيط؟ مو أنت إنسان بسيط، حجم عقلك، حجم مخك اللي تفكر أنت فيه، ما يأتي حجم قبضة اليد. يعني مخك إلى جسدك ما يأتي نسبة 10% إلى حجم جسدك. فكيف بتدخل الكون كله داخل هذا المخ الصغير، وتريد أن يستوعب هذه العوالم العلوية السماوية؟ ولذلك إذا ساق الإنسان وراء الشيطان وشبهاته وشكوكه ووسواسه، فقد يقع في الكفر والزلل. وقد صرح الإمام الفخر الرازي بذلك فقال: غاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من سعينا طول عمرنا سوى ما جمعنا فيه قيل وقالوا. فهذا الذي استفدناه من كثرة الفلسفة والدخول في هذه القضايا، أننا ما استفدنا شيئا في النهاية. وربما بعض الناس كان على النقيض، فيظن الإنسان إذا عرضت له الوساوس وعرضت له الشكوك، يظن أنه أصبح منافقا وابتعد عن الطريق، وما أصيب بهذا الشك إلا لأنه منافق، فيجنح إلى اعتزال الناس. ولذلك كان الحل بين هذين الطرفين، بين طرف يرى نفسه منافقا اليوم أن شك، وبين طرف آخر يرى نفسه أو صار ملحدا وسار وراء هذه الوساوس. إن الحلول إنما تكمن بالحلول الشرعية. لقد عرضت هذه الوساوس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجيل الأول الذي اختاره الله تعالى وانتقاه انتقاء لكي يحمل هذه الرسالة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم، يعني كثير من التساؤلات تكبر في أنفسنا، ما أن يتكلم به، يعني عظيم علينا أن نتكلم به، ما نحب أن لنا الدنيا وأن تكلمنا به.
فقال صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ أو قال: وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن مدافعة الوسواس هو من صريح الإيمان، يعني إذا وجدتم هذا الوسواس فدافعتموه ووقفتم بدل الاسترسال وراء هذا الوسواس فهذا هو صريح الإيمان. وهذا حديث الترمذي. وجاء عند البخاري عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه أو يعرض له الشيء لأن يكون حمحمة، يعني يكون رمادا، أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الحمد لله الذي اقتصر كيد الشيطان على مجرد همس ووسواس في نفس الإنسان ولم يترقى إلى أشياء أكثر من ذلك فيدخل الإنسان في الكفر. وفي رواية قال: الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة. ولذلك هذا الوسواس شك، ريبة، تساؤلات كثيرة توصل الإنسان إلى الاعتراض على قضاء الله وقدره وعلى توزيع ملكه في خلقه. هذه التساؤلات، وأحيانا تساؤلات في قضايا ثوابت في الدين، إما ناحية شك أو ناحية وسواس يتعرض له الإنسان، كلها أمراض تأتي بسبب الشيطان، وخاصة من أقبل على الله. فإن أقبلت على الله جاءتك الشياطين تركض لكي تصدك عن السبيل. قال شيخ الإسلام تيمية: لا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس. لا تبرئ نفسك، لا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس. فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الذنوب فلا يحس بهذه الوساوس إلا إذا طلب الدين، يعني الشيطان تاركه لأنه خلص معاه في جهنم لأنه غمرته الذنوب. فإن طلب الدين عرض، فإن طلب الدين، ولهذا يعرض للناس من الوساوس إذا طلبوا الدين في صلاتهم وفي طهارتهم ما لم يعرض لهم إذ لم يصلوا، يعني قبل ما في شيء يأتي، فلما بدأ يصلي جال الشيطان، لما بدأ يصوم جال الشيطان، لما بدأ يتطهر جال الشيطان، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إلى مولاه سبحانه وتعالى. إذن هذه المقدمة الأولى، كل إنسان يصاب أو يتعرض له شيء من الشك، شيء من الوسواس، شيء من حديث النفس الذي يدفع به الشيطان تجاه أن يدفع الإنسان تجاه أن يكون كافرا أو منافقا أو يعيش في حيرة في حياته الدنيا. المقدمة الثانية: مصدر الوسواس باختلاف النظريات مصدره الشيطان. احنا نقول في الشريعة مصدر الشيطان، ولن يتفق مع علماء النفس أن الشيطان أحد المصادر، لأن يوجد من مصادر كذلك الوسواس القهري أو الاكتئاب له مصادر أخرى كما سأذكرها في آخر المحاضرة، سأعرض أو أتكلم عن جزء من الطب النفسي. احنا نعتقد أن كثير مما يدور في نفس الإنسان في الداخل مصدر الشيطان، مصدره الشيطان الذي يسبب للإنسان حالة من الاكتئاب كمصدر أساس، ويوجد مصادر أخرى تشارك الإنسان في إيجاد هذه الحالة من الاكتئاب. لكن الوسوسة وحديث النفس الداخلي والشك والريبة التي تأتي للإنسان إن مصدرها الشيطان. ولذلك لازم تحدد علاقتك مع الشيطان، إن العداء قديم بين بني آدم وبين الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان يرغب في أن يوقعنا في العنت، ويوقعنا في التعب، ويوقعنا في المشقة، ويوقعك في الحرج، ويوقعك في الكفر، ثم يدخلك إلى النار. كان يود الشيطان أن يخلي الله بينه وبينك، الشيطان يتمنى هذا، أن الله يخلي بين الشيطان وبين الإنسان ليقضي عليه ويقطعه إربا ويشفي غيظه منه. ولو نال الشيطان منك ذلك لربما لم تنتهي مشكلته معك، ولما نجا أحد من شره لو خلى الله بينك وبين الشيطان. فهو يرى الإنسان والإنسان لا يراه، ولديه قوة في الجسم وخفة في الحركة ونشاط عجيب ودأب وهمة وعزيمة، لا يعرف اليأس ولا الكلل ولا الملل، وله خبرة في الحياة ونفوس الناس، فقد خالط الأنبياء وتكلم مع الله وشاف آدم وشاف نوح وشاف إدريس والسفينة لما غرق الناس وموسى وعيسى. الرجل صار عمره 70 سنة قالوا هذا خبير وعنده خبرة في الحياة، فما بالك بالشيطان الرجيم الأب الكبير الذي له خبرة عريضة طويلة في الحياة، يفتح مكاتب استشارية لأبنائه الشياطين ويعلمهم كيف يغون بني آدم. هذا الشيطان الأب الكبير الذي له عرش على الماء كما قال صلى الله عليه وسلم، وما زال حيا لأن الله أمد في عمره.
هذا الشيطان الله تعالى حجب قوته، ولو ترك لوحده لقطع ابن آدم، ولكن الله رأفة بخلقه ورحمة بهم وخذلانا لعدوهم جعل للإنسان لكل واحد منا حرسا من الملائكة يحمونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فلا يدعون أحدا من الشياطين يؤذيك يا ابن آدم، ما يخلي أحد يؤذيك ولا يتعدى عليك إلا بإذن من الله، وحال الله بينهم وبين مراداتهم، ولا يسمح الله تعالى لهذه الشياطين أن